احنا ابتدينا يوم السبت اللي فات في تعاليم ربنا يسوع، وقلنا ان تعاليم ربنا يسوع تلتها امثال وتلتها معجزات، والتلت الاخير ما بين وعود وصفات عشان نمشي ونتبعها ويعلمنا نعيش ازاي. الامثال قلنا ان هو المثل حكاية صغيرة مبسطة عشان بس ليها معنى روحي كبير وليها درس روحي كبير. وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت تعريف جميل انا شخصيا حبيته قوي، بيقولك ان هي حكاية ارضية بمعنى سماوي. حكاية ارضية بمعنى سماوي. اتكلمنا السبت اللي فات عن اول 9 امثال تحت بند الملكوت الله. وقبل ما نتكلم على الامثال اتكلمنا عن ملكوت الله وايه هو ملكوت الله. قلنا عشان نفتكر، الملكوت الله هو المكان الذي يملك فيه الله. دلوقتي انا عايش في امريكا، بمشي تبع قوانين امريكا، وامريكا بتحكم البلد ولازم اسمع كلام امريكا. لو انا في مصر او في بلد تانية هتبقى نفس الحكاية. يقول لك طب العالم في امريكا مختلفين عن مصر، معلش مادام انت تحت ارض امريكا لازم نسمع قوانين امريكا ونمشي تبع قوانين امريكا. في مصر مثلا مفيش حاجة اسمها stop sign، مفيش حاجة اسمها lights، مفيش حاجة اسمها ايه هنا، وهي لازم نسمع الكلام ده كله ولازم نمشي تبع القوانين تبع امريكا، ولو ما عملناش هنتعاقب. فدلوقتي لما اجي اقول لربنا يا رب انا تبعك انت، يعني ايه؟ انت تحكم عليا، تبقى ايه؟ الملك بتاعي. يبقى انا لازم امشي تبع كلامك، تبع قوانينك، و تبقى انت ليك الكلمة الاولى والاخيرة. وقلنا برضو ان احنا لما بنعيش في مكان ارضي على الارض سهل قوي، ما حد يعني امريكا مش داريانا احنا بنعمل ايه في بيوتنا، مش داريانا بنعمل ايه جوانا. انما مش المشكلة الحقيقة بقى مع ربنا ايه؟ ما نقدرش نخبي عنه كل حاجة، فلازم ما نخدش عبو اي حاجة عمين. فلازم ان احنا لما نطلب حكم الله علينا بنعمل ايه؟ بنقول له يا رب انت الاول والاخر، انت كل شيء في حياتنا. فاتكلمنا عن ملكوت الله واتكلمنا على 9 امثال، يا ترى فاكرينهم؟ هسهلهم لكم خالص النهارده. الاولاني بس، طب كويس هسهل لكم خالص النهارده. عباره عن ايه؟ اتكلمنا عن 6 امثال بيتكلموا عن ربنا يسوع، 6، واتنين بيتكلموا على الكنيسه وواحد بيتكلم على كاهن الكنيسه. معلش 2 غير 6 يبقوا 9. اوكي، اللي اتكلموا على ربنا يسوع هم ايه؟ نسهلهم تاني، 3 عن الزرع، 3 مرات طلع يزرع، صح؟ أول مرة زرع في الأربع أراضي اللي هو على الطريق وفي الصخر وفي الشوك والأرض الجيدة، مظبوط؟ طيب المرة الثانية زرع في إيه؟ ماشي ناخدها المرة دي، القمح والزوان اللي هو التيرس الزوان. وقلنا القمح والزوان هو اللي حصل إيه؟ إنه هو زرع القمح ما زرعش الزوان، ولما الخدمين كانوا نايمين جه عدو ربنا وزرع الزوان، فاللي هو وقتها عدو ربنا هو اللي زرع الزوان. اوكي، ما الحنطه، ايوه ما يعني انا قلت ايه؟ القمح هو لا الثالث، اللي هو لوحده، اللي هو بيقول لك ذا جروينج سيد، اللي هي البذره اللي بتنمو، اللي هو كان زرعها في الارض الجيده وكان بيراقب بيحصل لها ايه، بينام ويصحى ويروح يشوف ويتشيك عليها،
يا ترى ها كبرت لسه؟ ولما كبرت فرح بيها وخدها. انما بتاعت اللي هو الزوان لما حصل بقى ايه؟ ان هما الزرعتين شبه بعض خالص، وما نقدرش نفرق ما بين القمح والزوان الا لما يطلع القمح نفسه. فعشان كده لما قالوا للمسيح نشيلها قال له لا، هتشيلوا معها بالغلط من القمح، فسيبوهم مع بعض، ولما يطلع الثمار بتاعتها نقدر نبانه، فناخد الزوان نطرحه في جهنم النار، وحبة اللي هو الويت القمح هناخده نجمعه للمخازن بتاعتنا. يبقى المسيح كده زرع كام؟ 3 مرات زوان. طيب المسيح برضو كان صياد، خد الشبكة الكبيرة وطرحها في العالم كله، فاكرين الكلام ده؟ وخد السمك اللي جواها، وأول ما طلعت بالشبكة فصل الحلو عن الوحش، الحلو خده والوحش رماه عشان تبرش يعني. طيب يبقى دلوقتي زرع 3 مرات وكان صياد مرة، مرتين بقى كان غني، كان غني، باع كل شيء عشان يشتري الحقل اللي فيه الكنز. وقلنا الكنز دايما بيبقى اكتر من حاجة، والكنز ده هو مين؟ احنا ولاده. والمرة التانية باع كل شيء واشترى ايه؟ اللؤلؤة اللي هو الكنيسة. اوكي؟ لما نجيب كلمة الكنيسة نزود عليها مثالين تانيين، اللي هي الماسترد سيد اللي هي حبة الخردل والخميرة. حبة الخردل هي أصغر الحبات، لو سبناها على الأرض يجي ممكن أعدائها اللي هم البيردز ياخدوها ويأكلوها ويطيروا حبة الخردل. إنما لما بتموت بتبقى شجرة كبيرة، أو actually plant كبير جدا بيحتوي الأعداء. البيردز actually بيعملوا نست، بيعملوا عش جوه إيه الورق بتاعها. فده رمز للكنيسة. والرمز الثالث قلنا الخميرة، وقلنا إن الخميرة عادة كانت دايما رمز للشر والخطية. ولما قال ربنا بيتكلم على إيه؟ على الملكوت اللي هو دلوقتي بنسميه in process اللي في العالم، لأن العالم مليان شر وخطية. قلنا على الملكوت برضو في نظرتين للملكوت، الملكوت الموجود دلوقتي اللي أنا بطلب فيه ربنا يكون حاكم عليا، والملكوت اللي هو في الفيوتشر في المستقبل اللي هو ده كله بقى فيه. الملكوت الموجود دلوقتي في ألم كتير. طب ألم ليه يا رب؟ ما دام في ملكوت وانت اللي بتحط ألم ليه؟ لأن عشان طبيعتنا اللي فيها شر احنا بنغصب على نفسنا عشان نعمل كويس، فبنتألم. يعني we force ourselves ان احنا to do what's right and what's good. That's why we suffer. اوكي؟ بنغصب على نفسنا عشان نتعلم، عشان كده في ألم. انما الملكوت بتاع الفيوتشر ده كله rewards. المفروض ان احنا نغصب على نفسنا عشان نعمل كويس. لان الانسان قلبه is wicked. المفروض، معلش بس هو لازم، انت في حالة دلوقتي العالم كله حواليكي بيعمل الوحش. نفتكر الآية بتاعت المسيح اللي هم اخواننا وحبيبنا بيقولوا علينا تيرورست عشان خطر الكلام ده، بيقول لك ايه؟ ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. لا، يعني ايه يا رب سيفا ده؟ ايه سهلة؟ احنا بنفكر احنا قاعدين حلوين وساكتين دلوقتي يبقى في سيف، ده كلام وحش. لا، هو مش كده، ربنا قصدها بالعكس. العالم فيه شر كتير، ولما يجي واحد ربنا ياخدك انت يجذبك من الكلام ده، هينقلبوا عليك مين؟ كل اللي قاعدين معاك، لان هم بالله ايه الموضوع ده؟ كلهم شرين وعايزك معاه، انت دلوقتي عايز بتمشي ورا ربنا يسوع. وقالها في وقت تاني برضو يبقى نار. طب نار في ايه؟ نار فيك انت، عشان ممكن يكون معاك حبيب او حبيبه ملوش دعوه بربنا، انما انت نار بتاكلك من جوه عشان تقربه ربنا يسوع. طيب فقلنا دلوقتي خلاص عرفنا 9 امثال بتوع الملكوت اللي هم عملناهم قبل كده، اللي هو الواحد الهاوس هولدر اللي هو بتاع رب البيت، اللي هو ايه؟ رمز الكاهن الكنيسه او ملاك الكنيسه. وقال لك عنده الكنز، عنده الصندوق اللي بيخزن فيه، صندوق فيه قديم وجديد. ايه هو القديم والجديد؟ العهد القديم والعهد الجديد، مظبوط؟
يبقى هم دول التسعة مرة تانية ستة لربنا يسوع. ايه هم يا امل؟ ثلاثة للزرع صح، بس واحد صياد واثنين اغنياء، واثنين اثنين كان ربنا غني. ربنا الغني اللي هو عمل ايه؟ باع كل حاجة واشترى يا اما الحقل يا اما اشترى اللؤلؤة. بقت سهل يعني، متهيألي حلوة وسهلة دلوقتي. ولما قلنا اللؤلؤة نزود عليها الاثنين بتوع الكنيسة، الماستر سيد والليفن اللي هو الخميرة وحبة الخرد، وفاضل آخر حاجة اللي هو رب البيت اللي هو كاهن الكنيسة أو خادم الكنيسة أو ملاك الكنيسة. خلاص عرفنا التسعة دول؟ طيب النهاردة بقى بنعمة ربنا هناخد تمانية، فعشان نكملهم هم كلهم 38. لو ربنا أراد ممكن نخلصهم على الأسبوع اللي جاي، لو ربنا ما أرادش يبقى نكملهم بعدين. طيب anyway نرجع نقول بقى دلوقتي ايه. قلنا الستة بتوع ربنا يسوع، ثلاثة للزارع، واحد صياد، واثنين لما باع واشترى، وبعدين الكنيسة، وبعدين اللي هو الهاوس هولد. نيجي النهاردة هنتكلم على أمثلة زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، الحب والغفران. الحب والغفران، ايه هو الحب يعني جوزيف؟ ايه هو الحب حب؟ حب اللي هو تضحية. كلام حلو خالص. ايه هو الحب يا إيريني؟ انا عايز حاجة واحدة بس. ايوه، ما تضحية بدون مقابل، تندي وما تاخدش. ده كلام جميل جدا ومظبوط 100%. الحب هو ايه؟ طيب ماشي، حضرتك تقول لنا الحب ايه؟ العطاء، يعني هي قريبة العطاء. ده جميل جدا، مظبوط. الحب والعطاء ده مظبوط صحيح. ايه حاجة في الحب؟ التضحية، العطاء، البذل، كل دي يعني. حلو خالص. حد عنده حاجة جديدة تقوليها؟ امل عندك حاجة جديدة تقوليها؟ طيب الحب هو الطاعة، ده جميل جدا، حلو خالص. طب انا عايز اسال سؤال وكل واحد ما يردش غير لما اقوله. هل الحب هو مشاعر ولا مش مشاعر؟ اردي. يا سلام، شاطرة يا بنتي. الحب فعلا هو قرار، ما هوش مشاعر. الحب بتاع المشاعر ده دي حاجة بتروح وقتية بسيطة، انما الحب هو اتس ديسيجن بنعمله عشان نقول انا احب فلان. وهل الحب ليه شروط؟ ابدا ملوش. هحبه بعبله، كويس كويس، وحش وحش، يبقى لازم احبه. شوف الحب لما الانسان يحب، يحب unconditional love، يعني من غير شروط، من غير شروط. انا قررت هحب هذا الشخص. ايوه اتفضل. ايوه، بس بتبص تلاقي في وقت معين بتتجرح، هتعمل ايه؟ برضه تحب تاني صعب. شوف اقول لك حاجه، لما الانسان بينجرح، يعني انا اقول حاجه مثلا وحاجة مقاس المعروف ومش حصل لربنا يسوع بس بيحصل لنا كلنا، من صعب قوي الخيانة. الإنسان اللي بيخون ده صعب، بلاش الخيانة، دي صعبة قوي وباينة قوي. طب أقولك حاجة، لما أنا بحب شخص بنتظر منه بضعفي، أي نعم مش مفروض أستنى حاجة، بس بنتظر إن في بلاش تبادل حتى يا سيدي، بلاش ولا حتى تقدير، كلمة حلوة ماشي زي بعضه. إنما لما يجي الحب ده ويجي بعد كده، مش هقول بعداء، بس بعكس الحب بالظبط من الإنسان اللي أنا بحبه. أنتوا عارفين أكتر ناس بيجرحونا في حياتنا هم أقرب الناس إلينا. ليه؟ لأن ال كل واحد ليه رغبات معينة وأفكار معينة اتربى عليها وعاش بيها،
مش معنى كده ان افكارك صح وافكاري غلط او العكس، انما معنى ده اللي انا اتعودت عليه. انا اتعودت لما اسمع حاجه معينه يعني اعمل حاجه معينه، فبتيجي تلقائيه. انما بيحصل بيسموها our desires clash clash اصطدام في الرغبات. يعني مثلا انا نفسي حاجات ولو انها هايفه جدا بسيطه، انا نفسي اخد ايس كريم عشان اكل حلو، وتقول لا انا نفسي اخد مثلا جاتو، يو نو وات ايفر، حاجه بسيطه هايفه جدا. ومع ذلك تبص مثلا ايه، واحد يزعل من التاني عشان حاجه بسيطه قوي كده. ليه؟ ده اسمه clash of desires. لو في حب حقيقي انا مش هفكر انا عايز ايه، هفكر هو عايز ايه وهعمله اللي هو عايزه. لان الانسان اللي بيحب ما بيفكرش في الانا، ما بيفكرش في رغباته، بيفكر في رغبات الانسان اللي بيحبه. اي نعم صعب جدا ان احنا بنتقبل كده، انما اقول لك نتغلب عليها ازاي. اكشلي في مثل من الامثله هنتكلمه، بس اقولها ببساطه دلوقتي. لما انا احب ربنا، فعلا احب ربنا، عمري ما ازعل من انسان. انا لو حبيت ربنا بالحب الحقيقي اللي ربنا طالبه، وبعدين ربنا طالب مننا ايه؟ طالب مننا حب من كل قلبك ومن كل عقلك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك ومن كل حاجه عندك. يا رب يعني ما ينفعش مثلا 90%، لا كله. لو انا بحب ربنا مستحيل ازعل من ابن ادم، مستحيل. ياه ازاي؟ اقول لك ليه. لان ما بفكرش في البني ادم كبني ادم، انا بفكر في البني ادم ده بيمثل خليقه الله. وعشان انا بحب ربنا، هقول لك حاجه، مش بيقول لك المثل بيقول اللي مش عارف حبيبك تاكله الزلط ولا ما اعرفش ايه اللي انا عايز اقوله ايه، الحب في عطاء زي ما بنقول. طيب العطاء ده فيه تضحيه، يبقى فيه تعب، والتعب مش معناها حاجه ماديه، ممكن تعب في مشاعر. لو انت بتحبي فعلا تعب المشاعر ده بيروح. بلاش الانسان اللي قصادك، لان الانسان كله عيوب. لا الانسان كله عيوب، اقول له عشان خاطرك يا رب انا هفضل احبه لان قلت لي اعمل كده. الانسان لما يحب الله يشوف كل شيء حلو، كل شيء نقي، وما يشوفش غير نور ربنا في الانسان اللي قصاده. والعكس الانسان اللي بعيد عن ربنا ما يشوفش غير بلاوي اللي قصاده. تلاقي واحد قاعد وشايف حد من بعيد، واحد يقول الله شوف يعني بيضحك وشهم حلو ومنور ازاي، والتاني يقول لك شوف لابسه ايه وشوف عامله ايه. ده ليه كده؟ ما هو ده الفرق بين الاثنين، ايه؟ قرب ربنا وحب ربنا. فاحنا نعمل ايه؟ نقرب من ربنا. بليف مي، عمرك ما تزعلي من بني ادم ابدا، مهما عمل ما زعلش من بني ادم ابدا. خلاص السؤال ده ما اجابته كده تنفع؟ طب ماشي، طب نجرب. anyway البارابلز الاربعه بتوع الحب وبتوع الحب والغفران. اول واحد من اجمل اكشن، مش من اجمل شخصين، انا اقرب واحد لقلبي هو السامري الصالح. ده بقى الحب الالهي، ربنا عايز يورينا الحب الالهي. عايزين نعمل ايه؟ اول حاجه نعملها ان احنا نقرا، هما كل الحكايه 7 عدد بس، عايزين نقرا طلع الانجيل ونقرا السامري الصالح لوقا 10 من 30 ل 37. مين هيقرا؟ لا مين هيقرا اللي عايز يقرا؟ قولي. فاجاب يسوع وقال: إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بين لصوص، فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله، وكذلك لاوي أيضا السار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله، ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنن، فتقدم وضمت جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دابته وأتى به إلى فندق واعتنى به.
وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفيك. فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين يا جماعة؟ السامري الصالح ده عمل حاجات ما فيش بني آدم يعملها. أولا إدى اللي معاه، شال اللي معاه، شال الدواء بتاعه، شال التعب بتاعه وراح دهم بيه. ثانيا بدل هو مشي وخلى يركب على الحمار أو الدابة بتاعته. ثالثا خده لغاية المكان الإن ولا الهوتيل ولا المكان ده، هو الموتيل ده، ودخله ودفع للراجل وقال له مهما عاز وصرف هديك. يعني احنا لو نفكر ايه ده، معلش لا معلش سيبك معلش، اللي انا عايز اقوله دي هرجع واقول لك تاني. لو احنا دلوقتي معلش لو احنا دلوقتي نحب الله حبا حقيقيا، لا هنفرق لا بين سامري ولا بين يهودي، لا بين امرأة ولا بين رجل، ولا بين فلان ولا بين علان، ولا بين ده حبيبي وده عدوي. ما فيش الكلام ده، انسى الكلام ده خالص. يا ريت نقرب ونعرف ان احنا نحب ربنا بحيث ان كل انسان قصادي ما هو الا ايه، خليقة ربنا، فلازم احبه ما بصلوش هو ايه. اوكي طيب تعالوا نشوف الاسئله بتاعه السامري الصالح برضو، عشان قبل ما نمشي من هنا هنتكلم برضو على المديونين وعلى الخادم اللي ما سمحش الخادم الثاني بتاعه والاب اللي كان عنده تو سونز والابنين. طيب الجود سامريتان كومباشن يعني التحنن او الحنيه او العطف قصاد الأنانية. Thank you. وبعدين قلنا الحب الإلهي هو حب إعجازي، لأن زي ما قلنا السامري الصالح ده قصة حب إلهي، ما هوش حب عادي. طيب نيجي أولا عشان تبقوا عارفين دي حاجة يمكن في ناس ما يعرفوهاش، ما بين جريشو وجيروسلم، جريشو اللي هي أريحة، جيركو أريحة، وأوريشاليم ما بين 15 ل 18 ميل، وكان موجود طريق صخري وحش جدا، كله صخور، ما فيش حاجة مستفلتة طبعا، ما فيش حتى تراب ولا بتاع طبيعي، لا أرض وحشة جدا. وكان انتوا عارفين لو قرينا في العهد القديم في الليفيتيكس اللي هو اللاويين كان في 12 ألف أسيس دايما ما بين أريحة وأورشليم، ما بين أريحة وأورشليم دايما بيروحوا من هنا لهناك. فكان دايما الأسس ومساعدين الأسس أو الليفايتس اللي هم الشمامسة أو مساعدين الأسس 12 ألف كان السكة على طول رايحين جايين الأسس ده غير نا كاونينج من غير ما تعدش الشمامسة، نقدر نقول مساعدين الأسيس اللي هو نقول عليهم شمامسة مثلا. أوكي وبعدين الطريق زي ما بنقول كان كله مصاعب وكله صخور وكان كله لصوص، كان الحرمية عشان ما يقدروش الناس اللي هم يمسكوهم كانوا بيروحوا يستخبوا في ايه، في جوه الجبل ده هو في جوه الطريق ده، بس believe it or not ما كانوش بيهجموا على لا الأسس ولا الشمامس، بس يا ويل اي حد تاني يعدي. اوكي طيب ده عشان نبقى عارفين دي حقيقة، مش يعني دي حاجة كانت معروفة او حقيقة مظبوط. طب انا عايز اسأل سؤال، لو معلمنا لو قال certain man او كان انسان، بالعربي ما فيش معنى certain بس زي بعضه، كان انسان، لو الانسان ده ادم، لو الانسان ده ادم، مين البريست ومين الاسيس ومين الشماس؟ اريني ده سؤال سهل عليك. لو الإنسان ده هو اللي هو كان متعور، عد عليه واحد أسيس وما ساعدوش وسابه ومشي، وعد عليه واحد شماس وما ساعدوش، مين هم؟ لو الإنسان ده آدم مين هو الشماس؟ نديها فرصة الأول، ومين هو الأسيس أو الشماس؟ أنا مش فاهم السؤال أنا أسفة. طيب نشوف، أنت رفعت إيدك الأول تقولي مين؟
ايوه بالظبط كده، شاطره مظبوط. فهمتي بقى السؤال دلوقتي؟ فهمتي، هو فعلا مظبوط كده. لو الانسان المجروح هو ادم، مر عليه مين؟ الناموس والانبياء اللي هم the law and the prophets، ودول ما قدروش يساعدوه إن لأن الناموس بيكشف الخطية، إنما ما يقدرش يعالج الخطية. الناموس بيقدر يكشف الخطية لأن لازم لما الناموس بيقولك ما تعملش يبقى تبان الخطية، إنما ما يعالجش الخطية. طيب hold on مدام جاوبتي صح حبيبتي خدي أيوة أوكي. طب ماشي، السؤال اللي بعده، فين الموتيل ده؟ هو إيه هو الموتيل ده؟ ايوه قول. ايوه بالظبط كده مظبوط شاطر. السؤال كويس صغير بسيط خلاص. الهوتيل ده هو فعلا بيرمز للكنيسه. طيب الاثنين ديناري اللي طلعهم، لا ما شوف حد تاني، الاثنين ديناري اللي طلعهم عشان يديهم ويصرف عليه، عرفتي ولا لسه يا ماما؟ لا ما عرفتيش. طيب امل اي ثينك قولي حبيبتي، الاثنين دينار اللي هم ايه؟ لا معلش، في حد يعرف تاني؟ قولي ايه؟ العهد الجديد والعهد القديم. شاطره مظبوط، العهد القديم والعهد الجديد. ده انت كويسه خالص ماشي حفظ خلاص، ذاكره مذاكره من ورانا ها. اللي هم العهد القديم والعهد الجديد، او ممكن نقول القانون والانجيل، بس هو العهد القديم. ايوه الاباء بيفسروا بانه هو العهد القديم والعهد، ده تفسير الاباء يا جماعه. والاباء انا بتكلم على بقى كنيستنا الارثوذكسيين من 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 زمان، هم ده بيقول ايوه كانوا اب وابن. ايوه مش مقنعة مظبوط، أنا في رأيي العهد القديم والجديد مظبوط. طيب ده سؤال سهل يا جوزيف عشان خاطرك أنت، لما أرجع هدفع، معناه إيه الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده وقاله إزاي؟ لما دلوقتي الراجل قبل ما يمشي قال له مهما انصرف لما أرجع هدفع، المجيء الثاني اللي هو الريوردز يا ماما، الجايزه، ربنا جاي وفي الريفيليشن في قال لك ايه؟ انا هاجي ومعي ايه؟ اجرتي معي. طيب خش. طيب ماشي الحمد لله في امل يعني. طب ماشي، طب انا عايز اقول حاجه، انتوا عارفين بدايه المثل ده هو ذكروا ثلاث اناجيل، اللي هو ذكروا الجزء بتاعه لما جه بيقول لك واحد من الكتبة أو من المحاميين وسأل ربنا يسوع، واخد بالك؟ وبعدين ما كملش غير لوقا على السامري الصالح، لوقا الوحيد اللي كمل. طيب لما الشاب ده اللي هو اللوير، وعلى فكرة ذكر في الثلاث أناجيل، معلمنا متى ولوقا قالوا عليه اللوير، يعني ايه بالعربي يا ماما؟ كاتبين ايه؟ ناموسي ما مظبوط. معلش هي لوير بالانجليزي. طيب ومعلمنا مرقص قال عليه واحد من الكتبه، لو شفتي في مرقص يقول لك ايه؟ قال من الكتبه. anyway ده وظيفته ايه بالظبط؟ مين ايه هو الناموسي ده؟ هوت هل هو محامي ديفندر يعني بيدافع، ولا هل هو سكرايب يعني من الكتبه؟ هل هو واحد ببراكتس الله يعني براكتس يعني يمارس، شكرا، يمارس القانون، او واحد بيعلم القانون؟ هل هو من الكتبة وبيعلم القانون، ولا كل الكلام ده هو مظبوط ينطبق عليه؟ نمرة خمسة. طيب انا ولو ما سالتكش انما شاطر كويس مظبوط، هو من الكتبة فعلا، هو اللي الكاتب هو اللي بيكتب وبيعلم، لا بيمارس ولا بيدافع. طيب شاطر يا جوزيف. طب ماشي صح مظبوط. اوكي طيب
دلوقتي نسأل السؤال اللي بعد كده هقوله لك، أسأليه ولك عشان ما تقوليش قلت لك خمسة. لا طيب ده سؤال سهل قوي. بيقول لك لما شافه مشي، هي باس اون ذا اذر سايد، مشي على الناحية الثانية. اوكي يعني في المثل لما قريته دلوقتي اللي هو القسيس او البريست لم او لا لما جاز مقابل يعني مش على الناحيه الثانيه، هل معنى كده انه هي مشي فردر سايد اوف ذا واي يعني عن بعد عنه، ولا الف سره يعني واحد ثاني هاف ديد ترافلر يعني واحد بيسافر وهاف ديد نص ميت تقريبا، ولا ما لاحظوش خالص؟ تبقى الإجابة إيه؟ وانتو اللي هي فور 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 مزبوط. طب كويس، سؤال سهل يعني مش طيب وان انتو مزبوط اللي هو فور. طب دلوقتي لما ربنا سأل هذا الإنسان اللي هو اللاوي الناموسي سأله وطلب منه أن يعمل يشتغل أو يعمل كإيه مثلا يعني واحد من العربي يعني إيه يعمل just read the question يمثل مين؟ مظبوط ده اللي أنا عايز أقوله. بيمثل مين؟ كاتب ولا معلم القانون ولا قاضي ولا كل الأربع حاجات؟ أسمع من حضرتك الأربعة. انت بتسمعي الواد ده بيغلطك يا ماما، ما تسمعش كلامه، ما تسمعش، لا سيبك منه، جاوبي انت بقى، جاوبي انت مظبوط. ايوه طيب هو طلب منه ان هو يحكم بصفه حاكم صح، اللي هو جادج بالظبط مظبوط ابسولوتلي. على فكره كل ما جوزيف هيغششك هيغششك غلط، فخلي بالك يعني هو متفق كده. هو لما قال له ايه؟ قال له تفتكر مين من الثلاثه يكون قريبه؟ فطلب ان يكون يشتغل يعني يحكم كقاضي. طب ماشي طيب عايزين نسال دلوقتي، ده سؤال سهل ما اقول حضرتك وخليه جوزيف بليز ما تغشش حد. اوكي مين الجود سامريت اللي هو السامر الصالح، مين من الليسته الموجوده؟ القريبك اللي هو النيبر بتاعك، ولا اي واحد يعمل عمل كويس، ولا البني ادم اللي ساعد المجروح، ولا الراجل الفاضل، ولا ربنا يسوع، ولا كل الكلام ده؟ هو اللي ساعد المجروح ذا لورد. ما انا قلت لك ما تسمعش كلام جوزيف. ربنا يسوع طبعا. طيب مظبوط اوكي، يبقى ربنا يسوع فعلا لورد جيسوس كرايست طبعا. لا في الجود سامريتان هو ربنا يسوع بس. اوكي طيب السؤال ده هو مين ما جاوبش اي سؤال لغايه دلوقتي؟ حضرتك ما جاوبتيش، انت لا جاوبتي، جاوبتي طب كويس. حد ما جاوبش؟ ها كلنا جاوبنا. طب نبتدي تاني برضو ماشي. مين هو از ماي نيبر يعني مين قريبي؟ زي السؤال اللي هو رب ساله المعلم ده، هو اي واحد بيعمل كويس بيعملني كويس، ولا اي واحد محتاج مساعدتي، ولا اي واحد بيتعاطف معايا وبيتحنن عليا؟ ممكن يكون نمره واحد او ثلاثه او كل all of the above. كلهم كله صح، هي صح. انت مالك انت؟ بسم الله والابن كلهم يا بابا كلهم. لا يا بابا كلهم يا حبيبي كلهم. هرجعها من تاني خد. اوكي هرجعها لك من تاني اهو. اوكي مين هو قريبي؟ من هو قريبي؟ all of the above يا امل. انا بقول ما انا فاهمه بس بقول لك عادات يعني. او كله كل قريبك، كل انسان هو قريبي. ربنا قال لنا في الاخر ايه؟ قال ربنا في الاخر قال لك ايه؟ كل انسان هو قريبي. اوكي
طب ماشي. طيب دلوقتي عشان ما زعلكيش هو سؤال سهل زي بعض. شوف يا ستي ما تزعليش. بيقول ايه؟ certain man يعني كان انسان. الانسان ده اللي هو مشي من جيريكو لجيروسلم، من اريحا لاورشليم، كان قصده ايه الانسان ده؟ كان يهودي ولا سامري، اسيس ولا شماس ولا اي من الابف دول؟ كان يهودي، كان يهودي. ابن آدم ده مين؟ اللي راح للجرح ده مين؟ اللي كان يهودي طبعا. لا كان يهودي. ما هو المجروح، هو المجروح اللي بنقوله، هو المجروح اللي ابن آدم اللي مشي وانجرح. مظبوط يعني. طيب طيب هو كان يهودي. طيب عايزين نسأل سؤال، ليه ربنا يسوع اختار الإنسان اللي يساعد المجروح يكون سامري؟ ليه قال عليه سامري؟ ليه قال؟ لا نشوف الإجابات بيكتبها بتقول إيه. Love your enemy يعني حب أعدائكم، ولا there is no right to expect any help or relief لأن هو لو سامري مش هستنى منه أي حاجة، ما يقدرش لأن في عداوة بالاثنين، ولا اليهودي they're very prejudiced يعني متحيزين، متحيزين قوي، ولا كل all of the above؟ all of the above غلط. أي حاجة إلا يقولها جوزيف. number two. number two مزبوط صح يا ابني. لما لو اقول لك حاجه لسه اقول لك نو هي هاز نو رايت تو اكسبكت اني هيلب. لما هو دلوقتي ماشي معايا، انا لو انا واحد يهودي زيي هستنى انه يساعدني، انما ده جاي واحد سامري هستنى منه ايه؟ ده عدوي، عدوي هستنى ايه؟ لا يا بابا، لا يا حبيبي، there is no right to expect. استنى ايه بس؟ حاجه واحده بس، God's grace يعني نعمه ربنا اللي بستناها بس، مش اكتر من كده. طيب نيجي للمثل اللي بعد كده هم. قبل ما نوصل للمثل اللي بعد كده، حد عنده سؤال او حاجة او تعليق عن المثل السمير الصالح؟ قولي يا ماما تعليق. الانسان اللي نزل من اريحة لأورشليم انه هو بيمثل الانسان انه نازل من اريحة اللي هي السماء لأورشليم، العكس وانه دي رحلة الانسان فعلا في حياته، وانه احنا كتير بنقابل مواقف دي حقيقي يعني. ده كلام جميل وحلو مظبوط، لان هو حياة الانسان، واحنا اتجرحنا جامد، وجه يسوع هو اللي شفانا وهو اللي حررنا من الخطية بتاعتنا. طيب فمتهالي المثل ده باكتر مثل بيمثل الحب العجيب، الحب الالهي والتسامح اللي ليس له حدود. اوكي دلوقتي نشوف التو داترز. العنوان هنا do we love more or less، يعني بنحب ربنا اكتر ولا اقل يا ترى؟ ده السؤال اللي ساله ربنا يسوع لسمعان وقال له ايهما يحبه اكثر. طيب مين بقى غير اريني يقرا المثل ده؟ لوقا 7، هما كل حكايه عددين 41 ل 43. لوقا 7 عدد 41 ل 43. كان لمديان مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا، فقل أيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجاب سمعان وقال أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له بالثواب حكمت. كلنا عارفين حكاية ربنا يسوع دخل بيت سمعان، وبعد ما دخل البيت ولقى المرأة الخاطية بتبكي تحت رجليه وبتمسح بشعر رأسها دموعها،
سمعان بص للمرأة ديت وبص لربنا يسوع وقال إيه؟ لو كان هذا نبيا لعلم. يا ساتر يا رب. طيب فعشان ربنا يقول له إيه؟ يقول له الحب، نرجع تاني الحب والغفران. إيه علاقة ده بالحب والغفران؟ لازم تعرف الحكاية. فنقول يقول له يا سمعان، وحكى له الحكاية، واحد مديون بخمسمية، واحد بخمسين، وسامحهم الاثنين، مين اللي يحبه الأكتر؟ طيب تعالوا بقى نسأل الأسئلة ديت في الحكاية ديت. في عينين سمعان لما يسوع دخل بيته، دخلوا كإيه؟ دخلوا كإيه؟ كإله، كنبي، ك واحد مشهور، أو جست بن آدم عادي، ولا all of the above؟ اسمع حضرتك. تاني نقولهم تاني لو سمحت. اوكي، لما رب سمعان لما بص ربنا يسوع، نفكر في السؤال. لما نفكر في السؤال، سمعان راح طلب ربنا وطلب يدعيه ودخله بيته، دخله كايه؟ على اساس ايه؟ عشان هو اله ولا نبي ولا واحد مشهور ولا بني ادم ولا كل الاباف؟ انت بتسمعي كلام جوزيف بان عليك. لا يا مام، لا يا حبيبتي، لا، ما بقول لك اسمعيش كلام جوزيف، ما فيش فايده. على اساس ان هو حد مشهور وهو ثانك يو، ادي صح، يبقى نمبر سيلبرتي، نمبر 3، نمبر 3 ليه؟ ايوه اقول لك ليه. واحد مشهور، هو بيفكر في واحد مشهور وبيدعيه، ده واحد بينفخ نفسه جنب بيته. كانك انت مثلا ايه، واحد ممثل معروف قوي ويا سلام، وانا دعيتها ودخلت بيتي وعملت، بيتفخم بيه. هولد اون، هنعرف دلوقتي. لا، لو كان هذا نبيا، هو دخله من عارف، هو دخله بيته على اساس يشتهر على حسه، لا هو داري بيك نبي ولا داري بيك اله ولا ده كان راجل من انت عارف كان منين من دول؟ نو سمعان ده واحد من اللي كتبوا الفريسيين يا امل، عشان كده انت فاكره غلط. نو سمعان انت واخده بالك غلط، ده واحد من الفريسيين، ده سمعان ده كان فريسي. نو سمعان ده واحد من الفريسيين، والفريسيين دول كانوا بيبصوا ربنا يسوع عايزين ياكلوه ويموتوه. اوكي، فلما دخلوا بيته كانه فعلا واحد اكتر من واحد مشهور هيخش بيته، مش اكتر من كده. طب ده سؤال سهل، مين دخل بيت سمعان في الاخر، اخر واحد او اخر واحده لما يسوع زاره؟ هل هو ده يسوع ولا سمعان ولا المرأة الخطية ولا ضيوف سمعان؟ آخر واحد مين آخر حد دخل بيت سمعان؟ صح يسوع، مظبوط. أقول لك ليه، الضيوف كانوا موجودين، وبعدين لما اصل في العربي مش باينه، عارف العربي بيقول لك دخلت او دخلت، مش فاهمه، ما فيش تعبير. في الانجليزي بقى باينه قوي، بيقول لك ايه، سينس اي كيم، من ساعه ما دخلت انا. في العربي بيقول لك طب ما مش باينه، دخلت اور دخلت، هي نفس السبيلنج بتاع، انما في الانجليزي بيقول لك ايه، سينس اي كيم، من ساعه ما دخلت انا، وهي بتعمل كده. فهي كانت موجوده من قبل ما المسيح يخش، يبقى اخر واحد فعلا كان يسوع. فهمنا العربي حبيبتي؟ لا لو ما هو العربي العربي مكتوب منذ دخلت، من غير ما فيش مظبوط، بس عارفه ممكن تبقى ايه بالعربي لو شكلتي تغيير دخلت. اما انا عارف ممكن تقول لك منذ دخلت برضه بنفس هاو تعرف الفرق ازاي؟
اصل ممكن انت عارفه تتقري بالعربي لو شكلتيها صح تقول لك دخلت بيتك. هي اللي دخلت ولا دخلته؟ هي نفس الحروف بالفصحى، نفس الحروف انا عارف، انما ما يفرقهاش غير ايه الانجليز، التشكيل بيفرق. ما نعرفش بالظبط. يعني اسس كتير قالوا لك ايه، ممكن تمشي منذ دخلت وممكن منذ دخلته، بتعرفي منين؟ بالتشكيل، ما فيش تشكيل. بينما هنا بالانجليز نفس الكلمه، البنكشويشن بيعمل الفرق في العربي. اوكي طيب. طب نبص على السؤال ده هو ونروح الاجابه هنا هو دلوقتي. سمعان لما بيبص للمسيح في بيته، هنرجع تاني، بيقول كانه اله او نبي او واحد بس عظيم او واحد مساوي لي او واحد اقل منه. سوبيريور. لاسرز مظبوط صح، العكس. العكس ليه؟ لانك ده لو كان بن ادم، لو كان، انما ما هواش. اوكي خدي طيب دلوقتي جوزيف الدور عليك عشان ده سؤال سهل يا بابا. بيقول لك ايه، ليه سمعان عزم يسوع يخش بيته؟ عشان يبارك بيته ولا عشان ياكل معاه ولا عشان to show off his home ولا out of curiosity؟ show off يعني يبين، يعني ينفخ نفسه بشوف البيت بتاعي يعني، او مجرد فضول، او عشان يتعلم منه، او عشان all of the above. هو قال لك يا ثلاثة. ما هو ثلاثة تشو اوف، لان هو من الاول عايز يبين الناس. أيوة. انا عندي سيليبرتي، انا عندي مش عارف ايه، فهي تشو اوف قدام الناس. لا غلط، صح يا ماما، أربعة طبعا اللي صح. من فضول مش أكتر، أوت أوف كريوسيتي مش أكتر. مراتك شاطرة ولا أنت مش طيب السؤال ده سؤال بقى أنا هسأله لحضرتك، لأن ده سؤال كويس وسهل جدا. في الإنجيل العهد الجديد بيقول لك إيه، مين باس يسوع بخلاف المرأة الخطية اللي كانت بتبوسه؟ ما هو شوف الإجابة بتقول إيه، مفيش حد خالص ولا واحد بس ولا كل عيلته والفريندز، أنت تسكت خالص، ولا many people did. لازم أخد منهم. يعني ما هقول لك حاجة، ولا واحد أو واحد بس، one more person يعني واحد، ولا عيلته كلها، ولا ناس كتير. ابني يسكت، ده قال كل حاجة ما عدا الصح. هي قالت يهوذا بس، ما فيش غيره واحد، يبقى one person بالضبط. ياه خلاص. لا، الإنجيل ذكر محدش لمس بشفتيه جسم يسوع غير يهوذا وهذه المرأة بس خالص. عملوا ايه؟ ما بسهوش. لو تشوف الإنجيل ما بسهوش يا بابا. طيب نقول السؤال اللي بعد كده هو، خلي بالك مرة ثانية، فرصة ثانية أخيرة يا جوزيف. بيقول لك إيه، الاثنين المديونين ما كانهمش ولا حاجة، ربنا أو الكريديتور اللي هو الداين، متشكر الداين، كان اكسبكتنج إيه منهم؟ يا ترى فلوسه باك، ولا الديت بتاعه يدفع له تاني، ولا بس مجرد حتى ابريشيشن يعني تقدير او حب او كل اللي اباف، ولا او nothing. يا فرحة خالتي بيك، ده السؤال بيقول ايه، ايهما احب اكثر؟ يعني مستني ايه؟ الحب. ده انتوا ايه ده؟ ايه يا ابني انت مش لما فهمتش طريقة تانية؟ لا لا، منتظر حبك يا بابا، regardless ان يا ربنا يسوع مستني حبك، مش مستني منك غير حبك بس، حبك هو اللي مستنيه. لا ما هو فيها خداع مظبوط. مش بيقول لك ايه ده، ربنا سأل من منهم يحبه
اكثر. يبقى ربنا مستني ايه؟ متشكرين. مظبوط. يعني بجيب الاجابه من الانجيل مش من عندنا. طيب خلصنا الكلام ده هو. تعالوا المثل اللي بعد كده. حد تاني يقرا؟ حد واحد تالت؟ حد تاني؟ مين معاه انجيل؟ اه تفضلي حضرتك تقري الانجيل. عايزين متى 18 عدد 21 ل 35. هتبقى معاها دلوقتي من 18 من 18 ل 35. اتفضلي. مش شايفه يا استاذ؟ مش شايفه. طب ماشي اتفضل. يا حبيبتي ده ناخد بركه. الحق اقول لكم كل ما تربطونه على الارض يكون مر 18 عدد 21. حينئذ تقدم إليه بطرس وقال: يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون 10,000 وزنة، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وإمرأته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقاء كان مديونا له 100 دينار، فأمسكه وأخذ يعنفه قائلا: أوفني مالي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين فلما رأى العبيد رفقاء ما كان حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي. أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل. أوكي، في المثل ده هو الحكاية دي بسيطة جدا. واحد كان عليه فلوس كتير، سيده راح عفا عنها، بس هو طلع وشاف واحد تاني عليه شوية فلوس صغيرة ومسك فيه وفي خناقه. بمعنى أصح هذا الإنسان ما غفرش زي ما غفر له، ما سمحش ما أحبش زي ما تحب. طيب مين اللي سأل السؤال ده؟ ربنا يسوع. احنا لسه قرينا بطرس، صح؟ بطرس قال له ايه؟ بطرس قال له ايه؟ يا رب اغفر لاخويا كم مرة؟ 7 مرات. طيب التلمود اليهودي يقول الإنسان يغفر لأخوه 3 مرات بس، عشان تبقوا عارفين، مش 4. اليهود يقولوا كده، الإنسان يغفر لأخوه 3 مرات مش 4. بطرس نفخ نفسه قال لك أنا مش هضعفها وبس أمشي زيادة عن الضعف بواحد، يلا 7. ربنا قال له إيه؟ قال له 70 مرة. 70 مرة 7 مرات، يعني بمعنى أصح no limits، مفيش حدود أبدا للكلام ده. أوكي؟ في عندنا سؤال واحد، سؤال واحد هنا هو actually لا مش أكتر من هو هو بس كده. المثل عبارة عن يقول ان انا مفيش حدود لان انا اغفر لاخويا. المثل اللي بعد كده هو اللي هو بيتكلم دلوقتي لسه هنتكلم عن حاجه اسمها unpayable debt. ايه هو unpayable debt؟ اللي هو الدين اللي مستحيل نقدر ندفعه. دين مين؟ ربنا يسوع. اللي عمله لنا ربنا يسوع انا ما اقدرش ادفعه، مستحيل ادفعه. فبيقول ده تأملات صغيرة نقراها بسرعة وهترجمها لكم على قد ما أقدر.
احنا العصر بتاعنا ده للاسف الناس ما بتقدرش اللي بيعمل لها خدمه بيعتبروش دين، بالعكس ده بيعتبر ده انا جماعه ايه ده واجب مش دين ده واجب. الناس وانا بتكلم على كل الاقرباء او الاصدقاء او اي حد، ولادنا دلوقتي يقول لك ده انا ابنك انت فاكر ايه انت ما لازم تصرف عليا الله ده يعني ده الابناء اللي بيقولوا يا ماما لا ولا ده ايوه وللاسف المجتمع اللي احنا عايشين فيه بلاش المجتمع اللي عايشين فيه لان العالم كله دلوقتي بيعلم ايه بيعلم الانا والانا والانا بيعلم انك انت زي ما يكون انت مفروض الناس تخدمك ده شيء عادي طبيعي جدا انما تخدم لا اوكي احنا بنقف قدام يسوع ومعناش حاجه وجيوبنا فاضيه ومفيش اي مفيش اي عذر لينا مفيش اي عذر لينا ولو احنا مفروض ندفع كل حاجه او هو يغفر لنا كل شيء واللي حصل ان هو غفر لنا كل شيء الفلوس اللي علينا اندفعت او الدين اللي علينا اندفع واحنا دلوقتي زي ما مفروض مش عايزين نعمل زي الناس التانية لازم نقول ان احنا مفروض علينا دين طب مش قادرين نرده ربنا طلب ايه من قبل كده هوت طلب ايه المحبة طلب الحب ربنا مش طالب مننا فلوس ربنا طالب حب انت صح لما بتقولي جوزيف ربنا مش مستني حاجة لا مستني حبك يا بابا ربنا is looking forward to يعني مشتاق لحبك ومستني حبك ليه لان حبك ده مهما كان جزء صغير بسيط توري انك انت يعني كتر خيرك يا رب كلمة متشكر حتى مش اكتر من كده اوكي فربنا مستني الحب ولازم نعرف ان احنا الحب هو العطاء ندي للي حوالينا لان زي ما قلت قبل كده هو الانسان اللي بيحب الله بيشوف ربنا في كل انسان قصاده اوكي كل انسان مهما كان تعالوا دلوقتي نتكلم على المثل اللي بعد كده او اكشلي هو ده لا نو ذاتس ذا سيم ثينج اللي هو السيرفنت ده هو اوكي خلينا نعج اوكي التو سونز اللي بعد كده اهو حد يقرا لنا ما هاتي الانجيل قولي انت جوزيف يا بابا متى 21 من 28 ل 32 ماذا تظنون كان الانسان ابنان فجاء الاول وقال يا ابني جاء الى الاول وقال يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي فاجاب وقال ما اريد ولكنه ندم اخيرا ومضى وجاء الى الثاني وقال كذلك فاجاب وقال انا يا سيد ها انا يا سيد ولم يمضي فاي الاثنان عمل اراده الاب قالوا له الاول قال لهم يسوع الحق اقول لكم ان العشارين والزواني يسبقونكم الى ملكوت الله فان يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به اما العشرون والزواني فامنوا به وانتم اذ رايتم ان تندموا اخيرا لتؤمنوا به ده مثل بسيط وبنشوفه كل يوم في حياتنا الطبيعيه تقول لحد جاء اب بيقول لابنه الكبير او الدسوم يقول له روح يا ابني اشتغل في الحقل ربنا طلب نفس الطلب من اولاده الاثنين يعني ايه اشتغل في الحقل ربنا قصده ايه نعمل الوصيه بتاعته نعمل شغل مظبوط اللي هو الشغل بتاعنا طيب الابن الكبير قال في الاول لا وبعد كده ندم ورجع ان ابن الصغير قال له يا سلام بس كده حاضر وما سالش اللي انتوا عارفين كلمه توبه
بالانجليزي يعني repent, وrepent يعني change of direction. يعني واحد يمشي كده هو وقال بصدر يعمل كده, يرجع يغير سكته. ده بالضبط التوبة عبارة عن كده, عبارة عن إنسان ماشي مع الخطية وفجأة مرة واحدة يعدل نفسه ويمشي الناحية التانية. أوكي؟ البني آدم الابن الكبير بيمثل الإنسان الخاطي اللي هو بيبعد عن طريق ربنا, إنما لكن بنعمة ربنا بيتحول لله وبيسمع كلامه. إنما التاني اللي هو بيقول أنا بعترف بربنا, إنما بينكر قوة ربنا وبينكر وجوده من أصلا. إنما في ناس كتير تسأله بتعرف ربنا؟ أنا بعرف ربنا طبعا. هل بتعمل بوصية؟ طبعا لا. بالضبط البني آدم الولد الصغير بالضبط زي إنسان يقول لك أنا مسيحي وتشوف سلوكه ملوش علاقة بالمسيحي خالص. أوكي؟ طيب نراجع تاني الأمثلة اللي قلناها صفار. وأنا عايز دلوقتي الجنتايلز واليهود. وسبقوا اليهود فعلا. اوكي قلنا دلوقتي, احنا دلوقتي قلنا كم مثل صفار؟ 13 مثل. لو قلتهم كلهم بنظام هدي لك جايز. قول يا بابا بنظام. 8 بتوع ملكوت الله والاربعه لسه هما السته بتوع المسيح, 3 زرع, 3 بتوع الزارع, و مثلا الزارع والحنطة والزوان. الحنطة والزوان والزرع اللي كان بيزرعها كل يوم يصحى الصبح يبص عليها وينام. ثلاثة. واثنين كانوا اثنين انا بنسى كده. اوكي اثنين اللي هم اوكي اللي هم بتوع الكنيسه اللي هم بتاع الخميره وال خمير الليفن والمسترد رايت الغرب الخردل. اوكي حبه الخردل. اي سيد ات ان انجلش. وكده انت قلت صفار كام؟ خمسه. اوكي وبعدين في اللي هم الاثنين الكنزين البيرل والكنز المخفي اللي هو اللي كان اشترى الحقل كله لما تلاقي فيه الحقل كله ازاي عمل ايه؟ ايوه في لقى كنز فباع كل ما له واشترى باع كل ما له واشترى اشترى الحقل عشان فيه الكنز المخفي, ومره ثانيه باع ما كل ما له عشان لقى اللؤلؤ كثيرة السماء. اللؤلؤ دي رمز لايه؟ رمز للمسيح الكنيسه. الكنيسه الكنيسه والكنز المخفي المسيح. انت يا جدع انت مش عارف ده شيء غلط في الاصح. احنا كنزنا احنا كنزنا. اوكي وفي وان فور ذا بريست اللي هو الهاوس هولدر. طيب ولسه واحد ما في واحد فوق. قلتوش احنا قلنا 3 زارع واثنين كنز الشبكه لما الشبكه لم كل حاجه. خد السمك, خد الحاجات الكويسه ورمى الحاجات الوحشه. طيب قول بقى من غير مساعده الاربعه اللي احنا لسه قايلينهم دلوقتي عشان تاخد الجايزه. اوكي في واحد فيهم كان ادى مديونين على واحد 500 وعلى اخر 50. اوكي وبتاعه المراه السامره او المراه الخاطئه سوري والسامري الصالح. اول واحد كان السامري الصالح. أيوة. وتاني المديونين واللي هم الابنين اللي احنا لسه قايلينهم. أيوة. دلوقتي و وال I'm forgiving servant. ذا بعض وانا ماني بتغشش. احنا المراه اللي هي الخاطئه المراه اللي ما لهاش دعوه باي حاجه. ايوه لو كان لو علم ما هي حالها. معلش دي مع المديونين. طب كويس كده يعني انا بسال جوزيف سبب صغير ما دام جوزيف قالهم يعني عارفه كلكم عارفين.
خلاص. طب ماشي. نقول دلوقتي في أربع الجزء الثاني اللي هو أربع أمثلة تانية بيتكلموا على داخل الإنسان، على الإنسان داخل الإنسان. أوكي؟ أول مثل اللي هو الجديد في العتيق، اللي هو ربنا قال على الهدوم، الرمز، الرمز الهدوم أو القماش والواين. الرقعة هي دي الرقعة، يعني رقع القماش أو والواين. وعشان تبقوا عارفين كده باختصار إن القماش بيرمز للإنسان لب من بره، من بره، والواين بيرمز للإنسان من جوه. هنشرح بالتفصيل دلوقتي، هنقول بالتفصيل. طيب، وبعد كده هوت المصباح اللي هو تحت المكيال أو الباسكت. وبعد كده هوت فيه counting the cost اللي هو حساب النفقة. احسب حساب النفقة لما تروح تقابل حد، بيقول لك الملك اللي هيقابل حرب هيشوف هيقابل واحد معاه 2000 بواحد معاه هو عنده 200، مش ما ينفعش، يبقى لازم نحسب الحسبة بالظبط، هنقدر ندفع الثمن ولا ما نقدرش. وبعدين اخر مثل نفقة، يعني قاسي يا مال قاست، ما هي دي القاست بيسموه نفقة. طيب، وبعدين آخر مثل اللي هو السيد والخادم. عارفين مثل السيد والخادم ولا ما نعرفهوش؟ فاكره يا ريني؟ انت ما بتذكريش. لا خالص. لا خالص. لا لا لا. مين تاني حد يقول حاجة، عنده حاجة يقولها؟ لا مش الوزنات. السيد والخادم لما ربنا يسوع بيسأل سؤال، لو انت دلوقتي عندك واحد خادم وتقول له حضر لي العشاء مثلا، هل هيقول حضر لي سفرة الأكل؟ هل يقول لك لا لما حضر لنفسي واكل أنا الأول وبعدين أوكلك؟ ولا هل أنت الخادم ده بيتوقع أن هو أنت بيعمل شغله بتشكره؟ anyway هنخش بالتفصيل، بس أنتوا إذا مش فاكرين وهنقرأ دلوقتي. طيب نبتدي بأول واحد اللي هو الـ new into old. عايزين حد يقرأ لنا هو كل الحكاية عددين ثلاثة، لقى أكتر واحد ثلاث عدد ثلاثة فيرسز، فلقى خمسة. اتفضلي حضرتك اقري لقى خمسة من عدد 37 لتسعة وثلاثين. وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة، لألا تشق الخمر الجديدة الزقاق فهي تهرق والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. وليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لأنه يقول العتيق أطيب. طيب ربنا يسوع بيقول إيه بالظبط؟ هو اللي حصل إن هم سألوه ليه تلاميذك ما بيصوموش، ليه تلاميذك ما بيصوموش. ربنا عايز يقول لهم احنا دلوقتي بنبتدي عهد جديد، بنبتدي حاجه جديده. اوكي الهدوم زي ما قلت لكم هي بترمز لمنظر الانسان، والواين النبيت بيرمز لداخل الانسان. اوكي داخل الانسان اللي هو بيفكر ازاي، بيعمل ازاي، انما لما بيتكلم او بيتحرك او بيتصرف اللي هو ده خارج الانسان. فربنا عايز يقول ما اقدرش زي بالظبط. هقول لكم حاجه، احنا في شغلنا، في شغلي انا في الديلرشيب، ممكن اعين واحد جديد ما يعرفش حاجه واعلمه
أسهل عندي من أن أنا واخد واحد قديم بعادات قديمة وبعادات غلط وحاول أصلح الغلط. أوكي؟ فربنا يسوع عايز يقول أن إحنا دلوقتي عايز أعلمهم حاجة جديدة خالص. عايز يعلمنا جديد. ليه؟ ما أقدرش دلوقتي أنا بقولك لو جبت حتة جديدة وحطتها مع القديم هتشق القديم وهتروح. بيتكلم على إيه؟ بيتكلم علينا، على علينا كمسيحيين. لما ربنا علم في العظة على الجبل قال إيه مع معلمنا متى؟ قال إيه؟ قيل لكم منذ القدم على تبع اليهود كان بيقولوا إيه، لكن دلوقتي أنا بقول إيه. تعليمنا مختلف، تعليم المسيحية تعليم سماوي، التعليم اللي قبل كده تعليم أرضي، ما ينفعش الاثنين يتجمعوا على بعض. أوكي؟ ف زي ما قلت الواين بيمثل ال inner aspects of Christian life، والكلوز بتمثل الكلام والconduct. conduct اللي هو تصرف او العمل بتاع الانسان. اوكي، بيكلم على behavior سلوك، لا سلوك الانسان. الاولد كلوزنج اللي هو عباره عن ايه؟ عبارة عن الخطية والأنانية، الحياة الخطيئة وحياة الأنانية اللي كان الناس عايشينها، ما نقدرش نحرك فيها أو نصلحها، لازم نغيرها خالص. فربنا بيقول إيه؟ لازم نغير سلوكنا من الأرضي للسلوك السماوي اللي هو المسيحي. اوكي، فالمثل ده زي ما قلت لكم بيتكلم على البني ادم، عايز يقول ان احنا نغير تصرفاتنا خالص. لو رحنا شفنا معلمنا بولس الرسول في رومية 12 عدد 1 أو 2 بيقول ايه؟ لازم نقدم نفسنا كذبيحة حية. طب ايه الكلام ده؟ ازاي يا بولس؟ ازاي يا حبيبي الكلام ده؟ قال لك ايه؟ بتجديد أذهانكم، نغير فكرنا. يعني إيه؟ يعني أقول لكم حاجة، وهنشوف الكلام ده برضو في مثل تاني بتاع العذارة. إحنا بنقف بنروح الكنيسة بنعمل اللي غير النبي يعمله، شايفينهم بنقف معهم، شايفينهم بنقعد بنقعد معهم. هل إحنا عارفين وفاهمين إيه اللي بيحصل بالظبط؟ كله يمكن مش كله، بعض الشيء بس مش كله. ياريت لو نبتدي نفكر ونتعلم بيحصل بنعمل كده ليه. ياريت لو نقدر نغير تفكيرنا شوية، نغير تفكيرنا من الأوتوماتيك من الريموت كنترول لإن أنا بعمل فعلا من جوايا. في الأمثلة اللي هنقولها بتاعة الصلاة 3 أمثلة جميلة جدا، مفيش بعد كده هنعرف إزاي نصلي ونصلي. نقول ايه؟ ربنا قال لنا always pray يعني دايما صلوا كل حين. يعني ايه كل حين دي؟ يعني ايه كل حين؟ ازاي اصلي كل حين؟ لا يا حبيبتي مش متواصل. صلاة كل حين ليه معنى جميل جدا جدا، بس انا عايز اقول لكم حاجة في الصلاة عشان تبقوا عارفين. لو انا مش بصلي وبسعادة من جوايا يبقى الصلاة ملوش لازم. ليه؟ لما أنا بآجي أقابل أغلى حاجة عندي في الدنيا وبحبها يبقى ده أجمل وقت عندي. لازم أحس بسرور وابتهاج، مش أنا واقف يلا نقول نصلي ويلا بنعمل ويلا بلاقي شغل الريموت كنترول ده. ربنا بيقول لنا غيروه، لازم نبتدي نفكر بطريقة تانية، طريقة الحب، طريقة نعامل ربنا كأنه مش كأنه هو فعلا هو في أحسن من العلاقة مع ربنا. أوكي، فنكمل كلامنا. ده اللي هو القصد بتاع الجديد والعتيق. أوكي، طيب نسأل سؤال. الرمز ده هو أو المثل ده اتقال في 3 أناجيل، بس معلمنا لوقا بس هو اللي قال the old is يعني الجديد العتيق أطيب، هو الوحيد اللي قال الكلام ده.
العتيق أطيب. بيقول لك اللي بيدوق الجديد ويدوق القديم هيقول لك العتيق أطيب، صح؟ طيب ليه بقى؟ نشوف الإجابة دي. هل يا ترى الكلام ده مجرد عادة، ولا الواين القديم فعلا بطعمه أحلى، ولا عشان خاطر إن بيحصل فرمنتيشن؟ أيوه هي دي كويس، تخمر. وبعدين ولا ما اقدرش استعمل جلد جديد على حاجه قديمه، ولا نو والنوز ما حدش يعرف ليه. مين اللي عايز يرفع ايده من فضلكم ويجاوب على السؤال ده؟ هو جوزيف قول الغلط وعشان نخلص. قول يا حبيبي. فيرمنتيشن. غلط. ما انا عارف. يلا تو ايج. غلط. القديمه احلى. غلط. هتبقى believe it or not كلهم غلط. نمرة واحد اللي ما قلتهاش. نمرة واحد. يعني ايه الكلام ده؟ ما احنا لو نفهم يعني just افهموا دي واحد. افهمكم دلوقتي. قصد معلمنا لوقا ايه؟ قصد معلمنا لسه بقول لكم دلوقتي لازم نجدد اذهاننا. لازم نتغير. اوكي، لكن احنا متعودين على حاجه معينه مش عايزين نتغير. فهمنا؟ force of habit يعني حاجه بالعاده، بحكم العاده. بيقول لك احنا متعودين على حاجه اسمها comfort zone، اللي هي اي منطقه الراحه، حاجه احنا متعودين عليها. انا اغير ليه دلوقتي؟ التغيير متعب. احنا لسه بنقول ربنا عايزنا ايه؟ نتغير، صح ولا غلط؟ معلمنا لوقا بيقول العتيق أطيب. يعني ايه؟ انا متعود عليه اسهل ليا. فهمنا؟ ما هو المثل بيتكلم على الواين، بس احنا لازم نفهم الكلام يعني معناه ايه. لو فهمنا معناه ايه نقول الله يا انا عمري فكرت فيها بالطريقه دي، ده الكلام ده حلو فعلا، ده صحيح. ليه صعب التغيير؟ صعب مش سهل. لو قريتي في الانجيل يقولك the old is better، معلش فانا واخده من كينج جيمس بيقول لي better، خلينا في better. اوكي، فالمقصود بالكلام ده ايه يا جماعه؟ المقصود ان احنا بحكم العاده بنرجع دايما للي متعودين عليه. احنا ربنا بيقول لنا ايه يا جماعه؟ فكروا بطريقه لاهوتيه، طريقه سماوية، واحنا لسه متعودين ملزوقين في الارض لغايه دلوقتي. اسال جوزيف هيقول لك. طيب السؤال ده قبل ما تجاوبوا عليه اقروه كويس قوي قوي قوي. المثل ده بيعلمنا كل حاجه ما عدا حاجه واحده اللي احنا لسه قلناه دلوقتي، لسه بنقول عليه برضو، على الواين وعلى الجديد والعتيق. اوكي، لازم المثل ده بيعلمنا ايه؟ ان احنا idolatry اللي هو اللي لما واحد ها ايوه الاوثان، عباده اللي هو الاول كوماندمنت، الوصيه الاولى بتقول ايه؟ ايوه، لو انت بتحب اي حاجه تانية غير ربنا هي دي بقى الاوثان. اوكي، فالمثل ده بيعلمنا ايه؟ ان احنا نتجنب الاوثان، ان احنا ما نقدرش نخدم سيدين، ان احنا مش مفروض نتماشى مع العالم. The first commandment اللي احنا سألينها دلوقتي، او the old is better زي معلمنا لوقا قال، او none of the above. فكروا كويس، وانا عايز حد يرفع ايده يكون متأكد من الاجابة. لو في حاجة مش فاهمها يريني ولا مفهوم؟ طيب وجاوبي انت بقى مادام انت فاهمة حبيبتي. رقم 6. طيب غلط. انت يعني عامل لي فيها مظبوط يا حبيبي، صح. The old is better غلط. ليه؟ احنا لسه قايلين دلوقتي ان هو غلط. except ما عدا ايه؟ يعني بنتعلم كل حاجه ما عدا اهو كده، ده غلط اهو كده. The old is better ما كانهاش بت. حاضر يا سيدي، حاضر ماشي. ما انا بصدق اجاوب حاجه صح على رايك. طيب مظبوط، كله بنتعلم كل الكلام ده اهو ما عدا احنا بنعمل كده، بس مش هو ده الصح.
اوكي. طيب المثل اللي بعد كده اللي هو المصباح تحت المكيال. اوكي ده مثل بسيط جدا نقرا في معلمنا مرقس 4:21-25. قولي إيرين. ثم قال لهم: هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير؟ أليس ليوضع على المنارة؟ لأنه ليس شيء خفي لا يظهر ولا صار مكتوما إلا ليعلن. إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. وقال لهم: انظروا ما تسمعون، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون، لأن من له سيعطى وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. طيب خلي بالنا قوي من الآية الأخيرة: من له سيعطى ومن الذي ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. هنشرحها دي سؤال بعد كده، بس انا عايز اتكلم دلوقتي على المصباح اللي تحت المكيال. احنا لو تفتكروا الاسبوع اللي فات بالظبط اتكلمنا، خدنا بريفلي عن المثل ده، وقلنا ان المصباح هو نور يسوع، والمكيال او الباسكت هو احنا جسمنا، نور يسوع جوانا، احنا بسلوكنا ما بن ايه ما بنخلوش يبان، بسلوكنا ما نخليهوش يبان. كل ما نقرب من يسوع زي ما بنقول دلوقتي نشوف كل حاجة حلوة. ليه؟ عشان نور يسوع جوانا. ما بشوفش في الإنسان اللي قصادي غير نور يسوع طالع منه، مهما عمل مهما عمل، ده كان مكشر ده مش مهم، شوف نور يسوع طالع منه. نور يسوع بتاعي لما بيطلع على سلوكي وبيبان عليا وأنا بحس بيه بينورني، بيخليني اشوف نور يسوع اللي موجود جوه اللي قصادي. اوكي، ايه هو المكيال؟ اللي هو الجسم، الانسان، اللبس العتيق ده، هو زي نرجع تاني نقول العتيق اللي هو ايه، ده الحاجه الارضيه، ده اللي بتغطي. لو انا بسلك حسب الجسد بايه، النور بتاع ربنا بينطفي، الروح بتبقى ضعيفه، ولو بسلك حسب الروح الجسد بيبقى ضعيف والنور بيبان. اوكي، فاهمين الكلام ده؟ هو سهل مش صعب. طيب نسال السؤال دلوقتي، بيقول ايه؟ مفيش حد بينور مصباح وبيغطيه. المصباح هنا هو بيرمز لايه؟ لا شوفي الاجابات واختاري منها يا ماما. الاجابات بيقول لك النور او تصرفاتنا او عامل بيوري الحاجه تبان منه، ولا none of the above. انت هتخدعنا برضو. بالظبط، هخدعكم فعلا. طب اقرا لي السؤال تاني فوق. لا مفيش حد بينور مصباح وبيغطيه. المصباح ده هو، ما بكلمش عن النور، بكلم عن المصباح نفسه. عباره بيرفر لايه، بيرمز لايه؟ للنور ولا تصرفاتنا ولا الحاجة اللي بتخلي هي حاجة بتخلي الحاجة واضحة اللي حواليها، ولا none of the above يعني ولا حاجة من هي؟ اللي هو بيرمز لتصرفاتي أنا. تصرفاتنا شاطرة مظبوطين. كويس كنتي ما سمعتيش كلام جوزيف. لا يا بابا. طيب our Christian behavior cannot be hidden، ما ايه، ما يستخباش. طيب دلوقتي بيقول ايه السؤال اللي احنا لسه بنقوله دلوقتي؟ ما الذي ليس معه له فالذي عنده يؤخذ منه. طيب ايه هو اللي يتاخد منه؟ هل هو الكلام ده البلاجر يعني متع العالم، ولا كلمة ربنا، ولا بوس، ولا حاجة، لا ده ولا ده؟ ها، ولا حاجة ربنا. كلمة ربنا يا ماما. لا ما سألتكش من أصله، قلت من غير إذن، مش ولا حاجة، اللي هو كلمة ربنا. لو احنا ما سمعناش كلام ربنا، الشيطان يجي وياخد ويسرق النور كله كومبليتلي مننا. ده قصد على فكرة الثلاث أناجيل قالوا الآية دي،
الثلاث أناجيل قالوا الآية دي، وقالوا بمعنى بما معناه إيه؟ لو إحنا ما سمعناش كلمة ربنا يجي الشيطان ويسرقها، يسرق النور مننا، يسرق الكلمة مننا. أوكي؟ طيب المثل اللي بعد كده هو اللي هو احسب حساب النفقة. طيب مين ما راش يقرأ؟ أمل إيري. طيب هنتدي لك إنجيل في معلمنا لوقا 4 ده ما تقري بالعربي انت بري كويس. ابن هم كل حكايه 5 عدد من معلش من 28 33 14 28 صغير قوي. ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله لألا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل؟ فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور، هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألف؟ وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح، فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا. عشان نفهم الكلام ده ربنا باختصار بيقول إيه؟ بيقول يا جماعة احسبوها صح من فضلكم. يعني واحد دلوقتي عايز يحارب واحد عنده 2000 عسكري وانا كل حكاية عنده 200، هيحاسبهم ازاي؟ ما احسن يروح يكلمه ويصطلح معاه. ربنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلمش على عساكر، بيتكلمش على برج، ما بيتكلمش على حاجة خالص في الدنيا، بيتكلم على حاجة وضحت في اخر حاجة قلتيها. ايه هي؟ من يريد ان يكون لي تلميذا. ايه يا رب بتقول ايه؟ بيقول لنا ومن غير ما يخوفنا، لما دلوقتي عايزين نتبع المسيح يا جماعة احسبوها صح، احسبوها صح، هل احنا مستعدين ندفع الثمن ولا مش مستعدين؟ هل احنا بنحب ربنا كفاية عشان نقدر ندفع الثمن؟ عايز اقول لكم حاجة، ايه هو الثمن اللي بنقوله ده؟ هو ان احنا نستحمل اللي احنا هنخش فيه. الطريق صعب وضيق، لما الانسان بيقرب من ربنا المشاكل بتزيد والتجارب بتزيد والطريق صعب عليه. الحاجة الوحيدة اللي تقدر تعينه هي ايه؟ الروح القدس، طلب مساعدة الروح القدس. من غير الروح القدس ما نقدرش نعمل حاجة خالص، انتم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا ولا حاجة. طيب احنا نطلب من ربنا ايه؟ نطلب من ربنا ايه؟ نطلب من ربنا يعلمنا نحبه. نرجع تاني احنا بنتكلم نقول ايه؟ عايزين نطلب من ربنا يعلمنا ايه؟ نحبك يا رب، لان لما نحب ربنا كل حاجة هتتحل، كل شيء يبقى يتحل، يبقى سهل، الروح القدس يشتغل فينا ويساعدنا، ومهما كان نحس بعد كده بسلام ليس له مثيل. سلام غريب، يكون حرب حوالينا، يكون بره الكنيسة في الناس هيجة وفي شياطين وفي بلاوي وفي مشاكل، واحنا جوانا ايه؟ سلام ونعمة ربنا يسوع. بس قال يا جماعة خلي بالكم احسبوا حساب النفقة. ربنا عايز مش بيخوفنا، بيقول لنا خلي بالكم، خلي بالكم ايه؟ اعملوا الحساب. هل احنا مش هنقدر ندفع الا اذا كنا بنحب؟ احنا لسه اول حاجه سالينها الحب هو ايه. الحب هو ايه؟ الحب فيه تضحيه وعطاء وتعب. الحب يكون فيه تعب. الحب هو ما بفكرش في نفسي، بفكر في اللي انا بحبه. فربنا بيقول خلي بالكم. وعايزين نقول هنا هوت زي ما مكتوب مهما كانت تكلفه، طبعا it's more than worth it، طبعا يعني
يا يستاهل واكثر من يستاهل كمان. اوكي اللويالتي دايما احنا لويالتي يعني الولاء، الولاء بتاعنا لازم يكون لمين؟ لربنا يسوع، مش لاي حد تاني. يعني دايما بيجيلنا اختيار، بيجيلنا اختيار، اختيار واحد بيقول بيسهل عليا وواحد في تعب، واحنا دايما بطبيعتنا البشريه بنختار السهل. دايما اللي في تعب في ريورد، في جايزه اكتر، في نعمه اكتر، في نقرب من يسوع اكتر. اللي فيه تعب، ايوه اللي فيه تعب، واحنا دايما بنفكر ايه اسهل الموضوع ازاي، دايما بنفكر في كده. انما نرجع ونقول الحب هو تعب عن الحبيب. اوكي فلازم نفكر ونختار، نختار ايه؟ نختار التعب. طب ده كلام عاقلين ولا كلام مجانين؟ هو كلام ناس من السماء مش من الارض. لا لا، مش عمليه عاقلين ومجانين، عمليه ناس مش من العالم ده. زي ما ننساش دايما لما معلمنا يوحنا الحبيب قال لنا ايه، انتم لستم من هذا العالم. اوكي فده المثل بتاع حساب النفقه. ويرجع ويقول عمرنا ما هنقدر نبقى تلاميذ لربنا من غير مساعده الروح القدس. اوكي طيب اخر مثل هنقوله اللي هو الماستر والسيرفنت، السيد والعبد. وفي المثل ده لازم بيعلمنا الطاعه والتسليم. اوكي مين هي تعالي بقى اتفضلي حضرتك اقريه لوقا 14 من 7 ل 14. وقال المدعوين مثلا وهو يلاحظ كيف اختاروا المتكئات الأولى قائلا لهم متى دعيت من أحد إلى عرس. لو 14 اعذروني انا اسف، هو المثل زي ما قلت لكم قبل كده هو الماستر والسيرفنت. انا انت يمكن بالعربي، طب كملي بيقول بيكلم على ايدي واحده وفين؟ لا مش هو ده المثل، ده مثل تاني خالص. طيب معلش انا اسف، ها لقيتي 7 7 10 مش كده؟ بيقول ايه؟ لاني انا ايضا انسان مرتب تحت سلطان، لي جند تحت يدي، واقول لهذا اذهب فيذهب. لا مش هو، لا هو باختصار في معلمنا لو ابص انا معلش هصلحه لكم المره الجايه انا اسف، بس هو زي ما قلت لكم لما ربنا يسوع قال من يكون عنده واحد من الخدم ويطلب منه يحضر له العشاء وهو يقول له لا خليني اكل انا الاول، او اعمل لنفسي الاول. هو anyway مثل صغير قوي نشوف هنا، هو بيتكلم على الخضوع والطاعه، لان الماستر السيد منتظر طاعه وخضوع العبد بتاعه طبعا. اوكي ف معلش بطلعه المره الجايه جوزيف، نو بروبلم. اوكي دلوقتي احنا عارفين الخضوع ده صعب قوي، الخضوع او حياه التسليم هو الخضوع. الخضوع صعب في ايه؟ لانه دايما بيبان كانه ما هواش في عدل، ما هوش عادل. اوكي لان احنا بنشيل الحق بتاعنا وبنديه لواحد ما يستاهلش ان انا اخضع له. ليه ما يستاهلش؟ لان اقول لك ليه،
يعني مثلا دلوقتي ممكن لا حتى لو كان هقول مش كل الناس ما يستاهلش، بس حتى لو كان ما يستاهلش يعني مثلا اديك مثال. واحد في الشغل رئيسي وانسان شرير، لقيته فين؟ لوقا 17:7 ومن منكم له عبد يحرس او يرعى يقول له اذا دخل من الحقل تقدم سريعا واتكئ، بل الا يقول له اعد ما اتعشى به وتمنطق واخدمني حتى اكل واشرب وبعد ذلك تاكل وتشرب انت، فهل لذلك العبد فضل انه فعل ما امر به؟ لا اظن. كذلك انتم ايضا ما تفعلتم كل ما امرتم به فقولوا اننا عبيد بطلون لاننا انما عملنا ما كان يجب علينا. هو ده مظبوط. اوكي 17:7-14 يعني معلش انا اسف. anyway فالكلام هنا بمعناه زي ما قلنا دلوقتي ان انا عايز ادي لك مثل على ازاي يكون الواحد ظالم. يعني ربنا يسوع خضع لبيلاطس وبيلاطس كان ما يستاهلش وبيلاطس كان ظالم، ومع ذلك خضع له. ليه؟ لان عنده سلطه. السلطه مين اللي اديها له؟ ربنا. فانا بخضع احتراما للي ادى السلطه، هو مين؟ الله. فإت سيمز يعني بتبان كانها ما هياش فير، مش عادل. يعني انا ممكن اخضع لواحد رئيسي في الشغل رغم انه يكون ظالم، حتى لو ظالم. ليه؟ لان ربنا قال لي كده، لازم نخضع للسلطات. السلطة من مين؟ من عند ربنا. احتراما لله الذي يعطي السلطة لازم نخضع له. اوكي؟ ده المعنى كده هو. وزي ما كنا بنقول في اول ما ابتدينا الاجتماع، بيقول لك ان الديزايرز بتاعتنا الرغبات بتاعتنا keeps crashing، يعني دائما بتصطدم برغبات الاخر. اوكي؟ عشان كده هو الخضوع بيبقى صعب. واحنا بنسمي الرغبات بتاعتنا بنسميها حريه. اولادنا يحبوا الاسم ده قوي، يقول لك انا حر. ايه حر ليه؟ عشان عايز ايه؟ يمشي تبع رغباته. وفي حاجه احنا مش فاهمينها، ان كل انسان على الارض بيخضع للسلطه، لسلطه معينه. يعني ايه؟ يعني انا اقول لك انا حاجه دلوقتي، انا لو جيت واحد وطلع من فوق جبل وقول له ارمي نفسك، انت مش ما عندكش خضوع، ارمي نفسك يا حبيبي، هيجرى لك ايه؟ الجاذبيه هتاخدك على الارض وتموتك. انت بتخضع ليه؟ قانون الجاذبيه. يعني في خضوع مهما كان، ان اردت او لم تريد. اوكي؟ فربنا بس بيعلمنا ان احنا نخضع ل out of respect لربنا، زي ما اقول لك احتراما لله. اوكي؟ والخضوع عباره عن عمل ايمان. التسليم هو عباره عن البروف، يعني بيظهر عمل ايمان. واحنا لما بنفولو بنمشي ورا ربنا يسوع، يعني احنا بنختار ان احنا نتألم من الشر عن احنا من الشر عن ان احنا نعمل الشر. اوكي؟ طيب نرجع تاني ونقول، احنا قلنا بقى اخر اربع امثله دول، قولهم لنا اريني دلوقتي اخر اربع امثله قلناهم، يلا، اللي هما بيتكلم عن امثله ايه؟ داخل الانسان. معلش انت عايز تلخبط تريني ليه؟ هو عايز يديلي يعني، طب ما تغشش الكلاث اند واين وحساب النفقه. ايوه. والمصباح اللي تحت البكال والاخراني اللي هو السيد والعبد، الخضوع. طيب شاطر. يبقى دلوقتي احنا قلنا كم مثل على بعض؟ 17. عارفينهم ولا كلنا عارفينهم؟ مش كده؟ خلاص عارفينهم. 17. ان اراد الرب وعشنا يوم السبت، هنتكلم عن حاجه حلوه قوي جديده بالانجليزي صعبه شويه، اسمها اسكاتولوجيكال بارابلز. يعني ايه اسكاتولوجيكال؟ يعني ما بعد الموت.
ما بعد الموت. في 8 أمثلة بيتكلموا على بعد الموت. 8 أمثلة. سهلين قوي. الأول واحد بيقول الأمين الخادم الأمين والحكيم. الوكيل الحكيم والأمين. وتاني واحد بيتكلم على 10 عذارى. وبعدين 2 بيتكلموا يعني على الرجل الغني. الرجل الغني والعذر والرجل الغني الغبي. أوكي؟ دول أول 4 اللي هو دايما نفتكرها بقى بإيه؟ السيرفنت وستات واتنين أغنية. الرجل الغني الغبي والغني والعذر. أوكي؟ طيب الستات اللي هم 10. معلش يا ستي. طيب زي بعض. وبعدين في 2 على شجرة التين. أول واحد اللي هو شجرة التين اللي بيقولك تعلموا المثل من شجرة التين أن الصيف قريب. وبعدين الشجرة التين الثانية اللي هي ما فيها الثمرة. 2 لشجرة التين. وبعدين الويكيد تيننتس اللي هم الناس الأشرار اللي هم الفينيرز لما اللي أجروهم الكرامين. الكرامين اللي هم أجروا الناس الأشرار أجروا أيوه. وآخر حاجة الجريت بانكويت اللي هي الحفلة الكبيرة اللي عملها ربنا يسوع. الوليمة العظيمة شاطرة. يبقى دلوقتي دولة 8 أمثلة هنتكلم عنهم اليوم السبت بإذن الله. وكلهم بيتكلموا على ما بعد الموت. وعايز أقول لكم حاجة. إحنا في أول ما بدينا الأمثلة اتكلمنا على إيه؟ ملكوت الله. في يوم السبت بإذن يسوع هكلمكم وأشرح لكم جهنم. معلش أفهمكم. معلش ما لما نعرف جهنم نبعد عن جهنم. والخوف من جهنم ما هو إلا خوف مقدس على فكرة. وأنتوا عارفين إن كلمة جهنم بالعبري إيه؟ جهنة هنوم. جهنة هنوم. فقال لك إحنا اختصرناها بالعربي قال لك جهنم. هنشرحها موجودة في ملوك الثاني. موجودة هنشرح من الكلام من الإنجيل مش من كلام من أي حتة. موجود من العهد القديم في ملوك الثاني بيشرح لنا عن كلمة جهنم وإيه هي جهنم وطلعت إزاي. كان وادي جميل جدا. كان وادي جميل في تحت أورشليم. وكانوا بيعملوا فيه بيعبدوا واحد اسمه ملوك. الملوك ده كان صنم. وكانوا بعيد عنك التوهية بيحطوا ولادهم العيال الصغارين البيبيز ويحرقوهم جوه ايديه. anyway معلش ما ايوه شفت بقى ادي جهنم يا سيدي. anyway باذن يسوع يوم السبت هنتكلم على امثله ما بعد الموت. طيب في حد عنده اي حاجه يقولها تعليق او سؤال او اي حاجه؟ طيب احنا دلوقتي حفظنا كم مثل؟ 17 هسمعهم المره الجايه وناخد عليهم 8 ب 25. يبقى فاضل بإذن يسوع بعد كده مفيش غير 13. ماشي هم 38 كله بسيط. بس انتوا عارفين فكروا فيها كالآتي يا جماعة. لو انتوا عرفتوا الأمثلة بتاعت ربنا كلها ادي تلت تعليم ربنا. وبعد كده الميراكلز اللي هي المعجزات التلت تاني. وبعدين وعود جميلة. الوعود دي جميلة بشكل يا خبر أبيض. طيب اتفضلوا نصلي. لا يا رجل طيب صالي نشكرك يا ربي يا يسوع يا حبيبي يا إلهي على كلمتك الحلوة اللي بتعلمها لنا وأمثالك اللي بتعلمها لنا. بتعلمنا حاجات سمائية يا رب. علمنا كيف نحبك لكي نتبعك بمعونة الروح القدس وبمعونتك لينا يا رب. يا رب ليس لنا أحد سواك. ليس لنا لكن اسمك القدوس أعطي مجدا. تمجد فينا وبنا يا رب لأن اسمك دعي علينا. إحنا أولادك وحبيبك يا حبيبي يا يسوع. بشفاعة القديسة الأم الطاهرة مريم العذراء وبشفاعة يوحنا الحبيب شفيعي هذه الكنيسة اجعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات.